السلام عليكم. جلوبال اوكاز نشوف الطوموبيلات اللي عندهم. طبعا جلوبال اوكاز شركه كبيره رائده جدا في عالم ديال الاوكازيون وحتى جديد كذلك. هي شركه قديمه تقريبا 2018، من الشركات الاوائل كاع اللي كانوا يعني مستقلين بالذات ديالهم، ما تابعين حتى شركه اخرى ديال راسهم، وعندهم علاقه بعالم الاوكازيون. كيبيعوا لي فواتير هما بالكريدي، كيبيعوا وكيشريوا، كيديروا روبريز، كيديروا كريدي، كيديروا كلشي تسهيلات بحال كاع الشركات الاخرين، ولكن هما من الاولين بداو هذا البروجي. طبعا حنا كاينين حاليا في الدار البيضاء. واش هذه اي 30؟ وي هذه هيونداي اي 30 الجينيراسيون الاخرانيه، الفاز يعني الدو ديال اي 30 ديال الجينيراسيون الاخرانيه. الطوموبيل هذه راه باقا 0 كيلومتر، 0 كيلومتر يعني تقريبا دبل في، معمره كان فيها الماتريكولاسيون. اللي غيجي يشريها بحال شريتها من لا ميزون، غتركب ليها الماتريكولاسيون، غتركب ليها كلشي نتايا، غتلصق لها التيكيت ديال الدبل في تمايا وغتاخذها. الثمن ما عنديش حاليا الثمن، خصك تجي هنا تشوف الكوميرسيال، ولكن الثمن انتيريسي بزاف، الثمن يعني جد 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 ممتاز. هادشي اللي قالوا لي هما على المهم على النورمال وصافي. وكاين طوموبيلات اخرين اوكازيون عاديين بحال كيبي 508 باسات فولفو، وكاينه كذلك عندنا هاد السيات هادي حتى هي كذلك، هادي حتى هي دبل في طوموبيل باقا جديده، ما عمرها كانت سميت شي واحد، يعني حتى الاول غتكون سميت كاتغريز، غتكون حتى هو البريمير مان الا شريتيها. هادي اوكازيون، هادي جولف 7 اوكازيون، باقي غندور عليهم كاملين. بحال الجولف ويت كذلك حتى هي، هادي الار لاين، هادي حتى هي باقا 0 كيلومتر، ما ضاربه والو، عمرها تحركت، يعني التحركه اللي تحركت هو من الباطو للشوروم هنايا، يعني من برا فين تصنعات الباطو، من الباطو للمغرب، من المغرب لهاد الشوروم. انا تكون ضربه شي 26 حتى 100 كيلومتر ماكسيموم، كان بحال الحديد الجديد وصافي. حتى هي راه باقا دبل فيها، واه شتي باقي ما عمر الماتريك يتلصق ولا حتى شي حاجه. هادي الار نبداو بها هي الاولى، هادي خاص الجولف 8 اخر جينيراسيون، الاير لاين تقريبا العمريه كامله اللي عامره اكثر منها هي جي تي دي. جي تي دي فيها 200 ديال الخيل، هادي فيها 150، خاص الوراق ديالها 1500 درهم، لان الموتور اللي فيها 2.0 تي دي اي 150. شوفوا الكونسوماسيون ديالها زوينه بزاف، احسن من الجولف 7 في الكونسوماسيون ديالها على حسب بعض الناس اللي استعملوها دابا. وحتى الجرا ديالها ولا الشده في الارض ولا الكونفور ديالها زايد على جولف 7 بزاف. كما قلت هذه العموريه كامله، فيها الهيدز اب ديسبلاي، يعني السرعه ديالك وداك الشيء كلشي كيتافيش هنايا ملي كتكون تسوق، كلشي كيبان لك هنايا السرعه ديالك اكسيتيرا. ديزاين اير، حتى السياج واعري، طوا بانوراميك اوفرون سياج الاير، يعني سياج سبورتيف، بواطا فيتاس اوتوماتيك اوف كورس، او باليت او فولون. كما قلت العموريه كامله ديال ايرلاين، ما خصها حتى شي حاجه. هنا راه ملي كتشعل كيبان لك كلشي داكشي زاد هنايا، كاين اللي كيفضل هاد القضيه، كاين اللي ما كيفضلهاش. الركلاج ديال البغلات هنا كلهم، بيدال تا هما اير الومنيوم. المهم طوموبيل عامره كامله، حتى الثمن المهم اللي بغا الثمن ديالو يجينا عند الكوميرسيال ديال جلوبال اوكاز. انا نحاول نسول شي واحد على الثمن، على الثمن التقريبي ديالها ونشوف ديك الساعه. كاين طوموبيلات اخرين فيهم الثمن، خاصك جيتي هنايا راه ما عندكش شي مشكل، كاين الكوميرسيال كلهم كاينين تما، اي طوموبيل بغيتي يوقف معاك يقول لك الثمن كلشي داكشي، عجبك الثمن توكل على الله، ما عجبكش انت حر، فقط دور الطوموبيل اللي بغيتي ودور الطوموبيل اللي بغيتي وجربها كما بغيتي وشوف كما بغيتي. واش هاد لي فواتير اونبورتي نوف؟ كاين اللي اونبورتي نوف، كاين اللي دوبل في المغرب، يعني كاين اللي جاي من لا ميزون ديال المغرب. واغلبيه هاد الطوموبيلات بالنسبه للجلوبال اوكاز على استراتيجيه، هو ان اغلبيه الطوموبيلات هادو ديال بارتيكولي، يعني ديال ماليهم، ماشي ديال لوكاسيون ولا ديال الشركات ولا شي حاجه. كاينين شي وحدين ماشي غنقولو عاوتاني ما كاين حتى حاجه، كاين ديال لوكاسيون ولا ديال الشركات اللي نقيين واللي قلبوهم هما مزيان، عندهم دراسه ديال التقلب واعره، عندهم ناس يعني عندهم ليكسبيريونس كبيره في هذا المجال هذا. تيقلبوا طوموبيلات اللي كانت تصالحها فري فري كيدوزوها، ولكن اغلبيه الطوموبيلات بحال نقول واحد 60% ولا اكثر شي شويه كلهم ديال الناس البارتيكولي، يعني كانت عندهم مولاها اولا جديده ولا نوف. بحال دابا هذه كما قلنا جديده، هذه هي جديده ما عمرش واحد ركب عليها، هذه تباعت حتى هي، هذه هيونداي سونتافي و جولف 7 هادي اوكازيون، وهادي تاهي جديدة هادي معمرش واحد ساقها. ونمشي نشوفو الطوموبيلات الأخرى اللي عندي. جلوبال اوكاز كانت من 2018 وهي كاينة في المغرب، وهي شركة مستقلة بذاتها، ما تابعة لتا شي حاجة. جلوبال اوكاز ما تابعة لتا شي شركة أخرى، وكتخدم مع جميع أنواع الشركات، ملتي مارك هي، وأي طوموبيل باغي تبيعها أنت ولا باغي تشري ولا باغي تبدل، هما مفتوحين الأبواب ديالهم لجميع أنواع السيارات، من الرخاص حتى الغاليين. يعني بغيت شي حاجة رخيصة بزاف راه كاينه عندهم، بغيت شي حاجه غاليه بزاف راه كاينه، بغيت تبدل شي حاجه رخيصه بغاليه، بغيت تبدل شي حاجه غاليه برخيصه، كلشي
بوسيبل. اوكي نعزو تكون شي طوموبيل هنا نشوف نوري لكم قبل نمشي نوريكم. كاين تويوتا ياريس كليو كاين كلشي اللي كاين هنايا. كاين طوموبيل بحال هاد الباسات هادي فيها برومو ندير لها برومو نشوف هاد الباسات. شنو الباسات هادي؟ هادي ستي طبعا باسات بي ويت هادي فيها الماتريكيل 4000 موديل 2021 شهر 3 مازوت طبعا مانيول 1500 درهم في الضريبه دايره 29 مليون ونص تقريبا. الطوموبيل باقا نقيه ما ضربه والو وفيها ديجا بروموسيون كما كتشوفوا الثمن ها هو البروموسيون الثمن ديالها شحال ناقص. يا من داخل الطوموبيل باقا نقيه باقي فيها ريحه جديد. انتم شويه البوطه فيتاس كي دايره تبان لكم بان فيها لا خدش لا شي حاجه حتى ليكرون حتى هي ما مخدشه ما والو غير المسيح هذاك الاطار ديال المسيح حتى هاد الساعه هادي الفولون حتى هو يعني الطوموبيل ما ضرباش كيلومترات كاع والسياج حتى هما خير ودليل. وهاد البارتي هادي ديما كنقول لكم هاد البارتي هادي هي اللي كتوريكم الطوموبيل كيفاش دايره. هاد البارتي ديال الرجلين كي الدخول والخروج والهبوط ضروري كتم حنايا عندي الطوموبيل جديده كاع وباين فيها الاثار ديال الطلوع والهبوط ديال الطوموبيل هادي ما باينش فيها الاثار يعني الناس قليل اللي كيركبوا فيها. غنشوف جهه اخرى يعني كاين علامات كيوريك واخا تقول لا حكا ترافيكو في الكيلومتراج وهنايا ما كاينش ترافيكو في الكيلومتراج لان عندهم جميع المعدات باش يكتشفوا. كما كتشوفوا هنا شويه الاثار ديال الطلوع والهبوط شتي كيداير مقارنه بالجهه اخرى ولكن مع ذلك قليل بزاف. الطوموبيل ما ضربش الكيلومتراج تقريبا السيج نص الكتريك نص مانيوال طبعا في اوتوماتيك الاير باك ستار اند ستوب اب بي اس او اس بي داكشي ما نهضروش عليه معروف على فوكس فاجن. لسباس في اللور حتى هو كذلك تبارك الله. باسات من الطوموبيلات اللي يعني في المجال ديالها رقم واحد كما قلت هذاك الثمن ديالها فيها برومو. وكاين هنا طوموبيل اخرى فولفو حتى هذه الوراق ديالها 1500 درهم ماتريكيل 6 واو 8 شفوط ضربه 66000 كيلومتر مازوت اوتوماتيك 35 مليون وكانت طوموبيل لوكس بحال قلتي. هذه لوكس على باسات هذه حكيت نفس تقريبا بي ام دبليو سيري 5 مرسيدس او كلاس بحال هكايا. شو تا هو الداخل ديالها كي داير واسع شوف النوع ديال الجلد كي داير صراحه رائع جدا. السيج ديال فولفو طبعا الفولفو معروفه بحاجه وحده هو انها صحيحه وقمه الامان يعني كنت كتبغي شي طوموبيل الامن والامان ديال بصح هي الفولفو. ها هي بوطا فيتاس باش كديماري الطوموبيل كديرها وديماري ليكرون كلشي داكشي يعني واحد الديزاين صراحه دازو الفولفو مؤخرا رائع جدا. هادي واحد 4 سنين 5 سنين ديزاين واعر والطوموبيل فخمه. الطوموبيل اللي في جديد الا بقيت عاقل دايره تقريبا شي 60 كداو 60 مليون ما بين كتبدا بشي 50 وغادي حتى شي 60 دابا تقريبا من نص ديال الثمن. طوموبيل تستحق. هادي فيها موتور دي 3 وفيرسيون مومنتوم واعرة واعرة فولفو اس 90 508 هادي واقيلا مافيشيش فيها البري الورقة ديال البري مكايناش فيها. هادي الفاز 2 ديال الجينيراسيون الأولى ديال 508 بواط أوتوماتيك بواط دو فولون كليما دي زون سيج كوير و الكتريك نورمال سيج الكتريك. هذه المنافسه فوتوكوبي ديال باسات هادو 508 طاليسمان باسات اودي اكا هادو كلهم المنافسين ديال هادو باش كتحل الكوفر طبعا. هادي تعجبني دائما عندي مع واحد القصه ديال هاد 508 واحد النهار حصلنا الكوفر ما عرفناش نحلوه الا بصعوبه تامه. المهم طوموبيل زوينه اللي بغاها يجي بالبلوكاز كيما قلت لك كيجي بطومات نقيين وكيقلب مزيان. شكون سولني على الجولف سات؟ هاد الجولف سات هادي اسيدي هادي 2.0 110 تي دي اي هاي لاين دبلت في المغرب 2017 شهر 3 ضرب 64000 كيلومتر حقيقيه 1500 درهم في الضريبه طبعا اوتوماتيك 20 مليون ونص. بالنسبه للاثمنه هادو راه فيهم مفاهمه لان ديجا انايا عندي اكسبيريونس واحد السيده خدامه معنا في شرات من عند جلوبال وكاز يعني كانت الاكسبيريونس زوينه داكشي حتى حنا وافقنا اننا نخدموا معاهم لان عرفنا خدمتهم كي دايره فري. شفتو 64000 كيلومتر هنا بيانو بلاك فهذا كليما نورمال
وهذه ماشي فيرسو امريكان، على رقم تاعها ماشي فيرسو امريكان. ماشي فيرسو امريكان، هذه الطوموبيلات النورمال ماشي امريكان، هما اللي كانوا جايين للمغرب اصلا هما هادو. اوكي، وهنا عندنا سيات هذه ريزيرفي شي واحد تقريبا حط فيها شي عربون او شي حاجه، انما هذه دبل في، هذه ايسونس. كاين واحده اخرى حتى لداخل، وراه نمشيو نشوفوا لداخل على ديك الهاتش. هنا كاينين في كازا، كازا بلانكا، كاينين في الطريق ديال البحر، الطريق ديال المحمديه ديال زناته، الطريق ديال على البحر. راه البحر راه كيبان، ما عرفتش غيبان لكم في الكاميرا ولا لا. واك البحر. رجع الزوم. واك طريق البحر هي هادي. وكاين جلوبال اوكاز، راه كاين حدا بزاف ديال الشركات ديال الطوموبيلات حتى هما. جلوبال اوكاز راه معروف، تبان جوجل راه غيطلع لك. هنا طبعا كيستقبلوا الكليون، هنا لي كوميرسيو حتى هما، هنا في تجلس قلعه الماء كاين كلشي. كما قلت كاين البيع والشراء، بغيتي غير تبيع طوموبيلك راه ممكن، باغي غير تشري ممكن، باغي دير روبريز حتى هو كذلك ممكن. حنا البارتي الثانيه هنايا، هذا كاين اللي قدام، وهنا كيبداو الطوموبيلات. عندهم طبعا الطوموبيلات من تقريبا شي 8 ولا 7 مليون حتى الماكسيموم. بحال دابا حاليا كنظن اغلى طوموبيل كاين هنا واقيلا هي هذه، كانت عندهم واحد الاودي كيويت كيدير شي 85 مليون. كاين هذه اكس 6 اللي عارف حسام هاشم، عارف الاكس 6 الطوموبيلات المفضله عنده. هذه دايره 57 مليون 2018 شهر 10، ضربه 52 الف كيلومتر، طبعا الضريبه 6000 درهم، لون ابيض. والداخل قهوي والطوا. اكسيس تعجبني انا اكسيس صراحه. نمشي نشوفوا طوموبيلات اخرين كما كتشوفوا هنا. المرسيدس او كلاس، هذه او 220، حتى هي 6ها 2017 شهر 3، 41 مليون. راه نشوفوها كي دايره من الداخل، شوفوا من اللور ديال هاد الاوكلاس زوينه، في اللور ديالها في الركبه ديالها تقريبا هي من تيس 9 كاع في الكونكيرون ديالها. اكثر طوموبيل يعني فيها لي سباس بالنسبه للكونكيرون. كما قلت لك كيديروا كريدي اسورانس اي حاجه كاينه، شريو يبيعوا بيتي تبدل، بيجي تجيب لهم كامل شي داسيا وتاخذ هادي. بغيتي تجيب شي رينج روفر سبور ولا شي حاجه، اي حاجه بغيتيها راه ممكنه. وجميع انواع الطوموبيلات هنا كما كتشوفوها هما، جميع انواع الطوموبيلات والانواع والاشكال. الاودي حدا الفيات كيشريو كيبيعوا، حتى لما تيديروا حتى تقريبا الوساطه حتى هي كيديروها كذلك. يعني كل شيء ممكن، يعني ممكن تخلي عندهم طوموبيلك، ممكن تخليها عندك انت حتى، وكان يجي اللي يشريها ويعيطوا عليك ويديروا معك موعد، كل شيء ممكن. راه شوفوا هذا الاوكلاس كي دايره، شنو فينيسيون بالضبط. هذه ماشي حمراء كاع، اول حاجه كتوريها لك هي الكونتوراس، ماشي ديجيتال 100%، ولكن كاين اللي كيبغي هكا. خلاص كاين بعض الناس كيشوفوا انهم ما كيتيقوش في الطابلو ديجيتال، هذه المعلومه ما عمرها كانت في راسي ودابا كاينه في راسي. عيط انت في راسكم انت نتوما، كاين بزاف ديال الناس ماشي غير قلال، كاينين موجودين. السيج الكتريك طبعا العامره كاع كلها كيكون فيها السيج هنا، يعني التحكم ديال السيج كيكون هنايا. ميتاد تبارك الله راه عامره زوبسيون، الخشب اوريجينال كلشي هو هذاك، طالومين نقيه. وبالنسبه للطوموبيلات كيديروا لهم ليكسبيرتيز فاش كيجيو، فاش كتبغي تشريهم تاخذهم، يعني بحال دابا كاين ميتاد محطوط هنا، فاش غتاخذها كيعاودوا يديروها ليكسبيرتيز عاوتاني مره اخرى باش يتاكدوا انها ما طرا لها والو في الفتره ديال انها جالسه، او لا حتى في الفتره انها عند الكليون. كاين مثال شي واحد جا قال لهم بغيت نبيع لكم طوموبيلتي، عطاه الثمن، المهم فطر داك الثمن ما عجبوش وبغى يخلي طوموبيلته عنده، يعني ما عندوش شي بديل حتى تجي يعني تجي الثمن ديال الطوموبيل اللي بغاه هو. كيديروا ليكسبيرتيز المره الاولى ملي كيجي الشاري صافي، يعني اللي غيشري 100% كيعاودوا ليكسبيرتيز المره الثانيه، ما طرات لها شي حاجه من بعد ولا شي حاجه بحال هكا عاد كيعطيوها لك. هادي فورس فوكس طويله، هادي ترند المطر كاين 33000 اكادير 2015 شهر 4، ضربه 190 الف كيلومتر، 6 شهوات مانويل، طبعا الثمن 13 مليون ونص. هادي فيرسيون واخا ترند اللي كاين عندها جوانت الومنيوم، كليما الداخل ديالها كيداير عندها لي هوس. وكما قلت لكم هادي طويله